مشاكل صمامات القلب مهمة جدا، ان هي من الحاجات بتكتشف متأخر، ما بتكتشفش في الاول. واسباب صمامات القلب الاول سواء بالاتساع او الضيق، ممكن بحاجة زي روماتيزم القلب، دي حاجات مشهورة شوية في دول البحر المتوسط وبعض الدول النامية. دي طبعا بتاعت الحقنة طويلة المدى اللي ممكن الاطفال ياخدوها، وغالبا بتيجي بوجع في الزور في الاول الطفل، او بيعتبرها برد عادي جدا. لكن البكتيريا اللي بتعمل التهاب الزور هي نفسها بتصيب القلب، وبتعمل ساعتها يا ضيق يا اتساع، وساعات الاثنين مع بعض. ودي ممكن الطفل ما يكتشفهاش او اهل الطفل ما يكتشفهاش، لان هو طفل بيبقى هو صغير بيبقى عادي جدا، بيتعامل عادي جدا، ما بيحسش المشكله دي غير بعد ما يكبر ويبدا يعمل مجهود، ويحس مجهود طبعا ان هو يبدا فيه نهجان، او يبقى فيه تورم في الساقين، او يبقى فيه تورم في العينين، يعني في ميه بتتجمع في الجسم. فمهم جدا قصه البرد اللي بتيجي في الاطفال الصغيرين، لازم نعمل اللي هو تحليل بتاع الروماتيزم على القلب. طيب نعرف ازاي ان في مشكله في الصمام؟ ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا زي وجع في الصدر، في الصمام اللي هو الميترالي بالذات ده ما بيجي بوجع في الصدر، وممكن بارتخاء بحاجه بسيطه، بس ندور وراها نشوف السبب ايه. طيب ممكن يجي لو اكتر شويه مع اتساع او ضيق شويه، هنلاقي فيه نهجان اثناء الحركه، هنلاقي فيه تورم في الساقين مثلا، واحد يصحى الصبح يلاقي فيه تورم في الساقين، او تلاقي عينيه مثلا فيها شويه ميه، فدي برضو يخليه يفكر ايه السبب. ضغط عالي، صمام فيه مشكله. طب نعرفها ازاي؟ موجة صوتية او بالسماعة، الدكتور ممكن بالسماعة يحط السماعة على يعني قلب المريض، لو في اتساع او ضيق بيسمع بليها صوت معين بيسموه المرمر او اللغط بتاع القلب، ده ممكن يخلينا نكتشف ان في مشكلة في صمام القلب.